اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء عرض الموقف التنفيذي للمشروعات اللي بيتم تنفيذها في المحافظه خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وزير التنميه المحليه بالفيديو كونفرنس. وضح ان الخطه الاستثماريه للعام 2019-2020 تم تنفيذها بالكامل بنسبه 100% بتكلفه استثماريه حوالي 359.9 مليون جنيه في مشروعات شبكات الكهرباء ورصف الطرق الداخليه وتحسين البيئه وتطوير خدمات الامن والاطفاء والمرور وايضا تدعيم الوحدات المحليه. ووضح ان الخطه الاستثماريه الجديده هيتم فيها تنفيذ مشروعات اضافيه بتكلفه بتوصل ل 300 مليون جنيه.